التواصل يستمر مشاهدينا الكرام، متابعينا الكرام أينما كنتم، أجدد لكم التحية والترحيب بكم مرة ثانية، ونتواصل مع هذه الانطلاقات المستمرة وأشواطنا. ما شاء الله في تزايد، كل ما قلنا الشوط القادم بيكون أخف يطلع العكس، كل ما ننتهي من شوط يطلع لنا الشوط الثاني أعداده أكبر، ويتميز هذا الشوط أيضا بكثرة الأعداد التي تشارك مع المسير ومع الانطلاق. وشوط الوداع، شوط الوداع خصص لفئة الجعدان المهجنات الأصايل. نذهب إلى الغزال، عبيد بن سلطان بن رشيد على المقدمة والمركز الأول، أما المركز الثاني فهنا نشوان متعب بن سالم بن راشد بالعامري المركز الثاني، والمركز الثالث علي بن محمود بن حبيب من يقدم لنا اشوف المركز الثالث، المركز الثالث هذا شعار بن محمود ما يحتاج يعني، معروف معروف، هذا اصفر على اسود، يقول لك الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، لانه صاحب اليابري هذا كله اصفر، صاحب اليابري وهو سوى بعد مثل اليابري، يعني قال له حط اللون الاسود وحطه شويه اصفر غامج، هذا اللي سواه علي محمود الشعار. طيب ناخذ 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 ابو هليبه شعاره، يعني عده الوان، في عده الوان، الابيض والاحمر والاخضر والازرق، ويعني الوان جميله. يتقدم الان بالمركز الثالث، المركز الرابع علي بن محمود، والمركز الخامس 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 هذا شعار الخيارين، هذا شعار الخيارين، سيف بن محمد بن زايد الخيارين مع الحنيش راعي شرف، راعي شرف اللي فاز بالمركز الاول في قبل شوطين، هذا هو يشاركنا الان. فهناك شعار ايضا لبن كليب غادم، شعار بو محمد غادم، يرج الميدان رج، يهز الميدان هز، يعني يتقدم بخطى ثابتة. المركز 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 السابع نشوان متعب بن سالم يقدم نشوان بالمركز السادس، المركز السابع دبل رقمين عندنا، خمسة اللي في المركز السابع وخمسة اللي في المركز الثامن، والمركز التاسع هذا شعار بن دعفوس، شعار بن دعفوس يتقدم الآن بالمركز التاسع، وشعار بونواس على ظهر نجد، اي يا نجد الحين في العاشر، الحين في العاشر، خذوه منه خذوه من الاول، خذوه من الاول هناك عند الكيلو، عند الكيلو الاخير، نشوف. طيب نحن نتابع 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 نتابع، تابع يلي بتتابع، الله الله، ما في انسحاب ابدا ابدا، ما في انسحاب عندهم الجماعه، كلهم هجوم كلهم هجوم كلهم هجوم، يا سلام يروح الغزال. عبيد بن سلطان بن رشيد، اما المركز الثاني مياس محمد بن سيف بن علي بن كليب، من بدا يرقص مياس، من الجانب الاخر ايضا ياتينا الزيدان خليفه بن سالم ابو الضبيعه، المركز الرابع فراج يمع بن عامر بن دعفوس المنصوري، والمركز الخامس المركز الخامس نجد بطي بن علي بن محمد ابو نواس، وصلنا بالمركز الخامس، والمركز السادس سحاب راشد بن علي بن كليب. هذه المراكز الاولى متابعينا الكرام، وين صار بن محمود عنا؟ وين صار علي بن محمود؟ وين صار؟ يا سلام يا بن محمود، الهين تبغي من يجاسي شده، رجل نحاتي اللوم يوم يبده، نعم هناك بن كليب بده بديد بده بديد، روح يا ولدي يا ولد، يا سلام يا سلام يا سلام، روح روح بالشوط، روح روح مياس، ولكن الله 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 الله، الغزال 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 الغزال، ابو حسن يا علي يا علي، روح بن كليب، عندك 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 عندك، روح 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 روح، حرك يا حرك، ياكم 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 الغادم، منو القادم بعد؟ سحاب سحاب، يسحب 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 غادم يسحب، يلا نشوف 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 نشوف، وين الجماعه وين الجماعه وين وين الجماعه وين قادمين؟ الكيلو المثل الاخير يا مياس، الكيلو المثل الاخير يا مياس، ولكن الثاني ما هو براضي، الغزال ما هو براضي، يبغى يكون غزال، روح يا بن كليب، روح عندك 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 عندك، حده ورده حده ورده، من طاف عني عنك ما طاف، من طاف عني عنك ما طاف، روح 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 روح، نكمل
نكمل نكمل نكمل نكمل العرض العرض الرائع. الله صواريخ صواريخ يستعرضون في الميدان يستعرضون في الميدان. المركز الرابع ركز يا منير يا منير يا مصورنا ركز الرابع. يمكن ان نجد بونواس جاي يمكن ان نجد بونواس جاي اللي تكلمنا عنه ساير. نشوف 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 الرابع شوف الرابع يمكن ان بونواس قادم. يا مرحبا بالقادمون يا مرحبا بالقادمون. ولكن هني المقادرون المقادرون قادروا والقادمون قادمون. ونشوف وين الناموس نشوف وين الناموس. الناموس ذهب مع الغزال الناموس ذهب مع الغزال. ولكن هني نجد قادم 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 قادم. نشوف القادم ايضا بعد الشديد محمد العلي بن عبيد بن رشيد مع شديد بالمركز الثالث من المركز الثالث. ايها الغزال روح 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 الغزال الى الامام الغزال الى الامام الغزال الى قدام. يروح 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 فيهم تعيقد ابو حسين فيهم تعيقد ابو حسين. يا سلام تمت مواترهم طحن تمت مواترهم طحن مثل الحشو المفردات فيهم تعيقد ابو حسين. روح روح يا علي روح يا علي روح. يا سلام هاي قصيده قديمه مقيوله من زمان قال لها تمت مواترهم طحن مثل الحشو المفردات فيهم تعيقد ابو حسين. يا ليتن كتضادات مسير ضاقن مش شحم ولو بيضون الامهات. سلام يا ابن رشيد سلام سلام يا ابن رشيد سلام. شوف السودانيين شوف السودانيين شوف شوف السودانيين ايديهم فوق ايديكم فوق. شوف السودانيين مشكورين. ثاني بن رشيد علي بن عبيد الثالث بن كليب الرابع بن دعفوس والخامس من وصلنا هناك الخامس ما ادري والله منو اعذرونا ما شفناهم. اطمشنا وعلقنا وارتحنا وسولفنا وهذا الركض. طيب على ما قال ابو كفاح هذه الرياضة تدر الملايين هذه بالبعد.